ما تروس مصنن عنده اللحية هذيك. لحمته تاكل. هذا اسمع، تشتري هو دواء على بالك، هو على شيء هذا ياكله نقول بس لك دواء ها؟ دواء دواء لحم العتروس ايه جيبي هذا بعيد بيها الحجم، ياكله. جيبي بعيد الحجم. صح. اسمع، وين راح تفوت العيد؟ في الجزائر ولا وين؟ إذا كنت بربي في الجزائر اسمع، بوك يشري أضحية صح؟ ها؟ بوك يشري أضحية. والله ما على بالي، أنا راني لا علاقة بعيسى في هذا الوقت. كيفاش؟ خوتنا مش لاقيين وش ياكلوا وحنا نضحوا. بصح مكتوب رب العالمين، احنا لا واش مش مكتوب، بيدنا مش ندير مكتوب، لهم؟ لا احنا ربي قالك تحركي. اكبر دعاء والصلاة ليهم. لا 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 لا، ما قالكش ربي يصلي ويدعي. اقرأ سورة التوبة كتفهمي. عمر ما قالك ريحي ودعي، ما عندك ما تديري. لا هيا روح شوف، يكون حلو لك المطر تروح تحارب. روح ادخلي فيسبوك، ادخلي فيسبوك نتاعي لاباج تاعي، تلقاي فيديو تاعي في القدس. روح علاش ما ادخلي، تفتح الدرو؟ كيف ادخلي غادي دروك. تفتح الدرو؟ عندك بزاف مشاهد؟ تليفون ولا ما عندكش؟ والله ما عندي، استغفر الله. عندي بس ايه، لا لا، عندي فيسبوك. اصبر هاي ادخلي نشوف، الباج تاعي وروح ادخلي فيديوهات. عندي فيسبوك من عام 1900، ما انا ما دايره لا اسمي لا والو. ادخلي دوكا يلا تشوفي قول لي، قول لي اسم فيسبوكك. الباج تاعي اسمها ما سكونت كانت بالعربية. سيكونت كات. بالعربية بالعربية اسمعي، ما 54 غادي ندير لك سويبي. أول حاجة لقيت صور. ادخلي لي فيديو، ادخلي لي فيديو. أول فيديو إبادة لهنا. لا لا مش هذاك الفيديو، هذا هبطي هبطي، زيدي هبطي. فوتو، ندخل ديريكت في لي فوتو. ادخلي في الفيديو، ها ورا الفيديو. ليش مشيت؟ هادي كاينة راك تخيل في الناس. وقتاش مشيت للقدس معي؟ ما نقولكش على وقتاش، انت راك تفوتي عليا وقتاش. المهم شفتها انا القدس، شفتها قدام عيني. احكي لي كي دايرة. الله يبارك فاس فاس، كي دايرة اسماعيل؟ دايرة ايه زعما، كيفاش حسيت كي رحت؟ كيفاش درت باش قدرت تروح؟ جيك واحد السكينة جامي حسيتي بها، تحسي روحك راكي صح مع ربي. بالإضافة إلى هذوك الصوت هذوك نتاع المستوطنين وكاع اللي جو تماك، سما فيها شوية مشاكل. مي لما تدخلي تماك باسكو كاين ناس ميفرقوش بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى، كان ديفيرونس كبير بيناتهم اللي صوروا فيه. معليش تقول لنا كيفاش دخلت؟ شاي الإجراءات، ما كنت في نقولكش الجزائر صح؟ من بعد شادر درت تأشيرة لوين؟ ما كنتش في الجزائر في الوقت. صح، وين كنت؟ أي بلد؟ ما نقدرش نقول لك انا جات انت باغي تروحي لها. شنو نسقسي فيك انا؟ انت انا انت انت راكي باغي شغل. تروحي لها كنت خلاص الحرب، كنت خلاص مش باين موت، مازال ما تزوجتش. ريحي ريحي ثم كل باين تزوج، ريحي ثم يضرب حجة خيرك. ضربت حجة، حي عليك، جبت عمرة. هيا بيا اسمع، اسمك الحاجة ما جا لا فيريتي، ماني شادة شادة فيها. شغل لازم نعاود نجيب وحدة وندير حجاب، فهمت؟ ما درتش حجاب من موراها. هي لا فيريتي راني شادة فمي، ما نهضر في الناس، ما نريح في النميمة، ما ندير الشر، ما نحفر للناس والو. شو اللايف شعري مطلوق، شغل كاين حفايس اللي ما لازمش ديرهم وحدة، راح فهمت؟ انا على بالي بيهم متصالحة معاهم، صح. كي نعاود نولي ان شاء الله، اي صاي ما نسيتش ندير حجاب ديريكت. يلا ديري واش راك تستناي. مانيش مقتنعة بيه بصح عن قريب نديره، ودوك تشوف وشفاو عليها بلي غادي نتحجب عن قريب بإذن الله. لا ربي، لا ربي يكتب لي الهداية من الله. صح، صح. مش باين نديرها ونقلعها اسماعيل كيما داروا بزاف، نروح ويديروا يدلعوا نحمرهم ولا مع نديرها نفس الدول. الفيديو. ديجا ديجا البلاد اللي راني نسكن فيها قسما بالله، اللي لابسين لابسين الملايات وخيمار كحل شابين ميل فوا على اللي لابسين الشورت ومدي باردار ومن يبان وكلاس. والله انا شغل نشوف ونقول لك اي ما كانش منها قاعد.
انا يعني انا شوفي انا مع الحجاب مي ما كانش منها نتبرجز قعد الشباب على المتحجبة. لا 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 اسمعي لا ما نفقش ما نفقش انا نقول لك صراحه الحجاب الحجاب انا مع الحجاب شوفي انا مع الحجاب ما دامش الشابه يزيد لها النور في وجهها والله شوفي انا مع الحجاب مي متبرجز الشباب على المتحجبة مستحيل. لا 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 راك غلط والله راك غلط خويا هادي مانيش معاك نقول لك سي شوف وحده متحجبه وحده متبرجه كي تبان انا بصح ما رانيش على دوك المتحجبات اللي لبسوا الحجاب والسروال وتيربا راني على الحجاب تاع خمار هكا اسود وفضفاض وعفسه هكا والله غير النور اللي في وجهها ما تشوفها في وحده طالقه شعرها. لا انا الحجاب بعدا ينورني. اسمع اسمع اسلم نسي الحجاب وقعد قعد هنا هادي ذكرنا نجيب لك وحده سويسريه تشوفي كيفاش شعر الاصفر خالعك شعر الاصفر ندب عليك انا رد شعر الاصفر تشوفي النور كيفاش وتشوفي النار كيفاش هي شاع من وجهها. خالتي يا خالتي سمعوا راني هكا شوفوا شفاو على هذه الكماره وغادي ندير حجاب وشوفوا كين تنور. هاي يا روح يلا اصبروا نلبس حجابي هذا نصلي به الله لي مسكينه صاحبتي امينه نموت عليك اصبروا اصبروا وهذا الحجاب ربح عليا عطاته لي ورحت جبت به عمره هذا الحجاب لك تشوفوا فيه هذا الحجاب بس. كنت عارف مشيت مشيت به في جده جدا كومبلي بيه تقول الصراحة كي ندير حجاب قولي كي جاني صح؟ الصراحة أنا صادق أنا ديمقراطي صادق بكل صراحة نقول غير صراحة أو بينا مكاش كيما الصراحة نقول لك غير صراحة سايس صبر صبر خوتي كبسو بارطاجونا اللايف علاش راكم ميتين صح مهم مكاش السترة قال لي مسطورة تنخر من المتبرجة باسكو وحدة كي تكون مسطورة راسك كيفاش دايرة مداخل اصبر وحدة اللي يكون كلشي باين شي كيما وحدة سما ربي يحب الفتنة لا بالعكس راحت شوفوا قول لا فيريتي اسمعي ما تكذبش اصبر اصبر سقدها ملي اصبر طايع واج خصني مساكة هنا يا درا اسماعيل لا بكري شباب خير بكري شباب خير ايه بكري بك نشوفك شغل هكا وجهك مليح مش مليح مي انا بكي فلة تاع التلفزيون لا مزدهاش في روحك بزاف نورمال تبين نورمال مي بكري خير خاوتي والله غير الحجاب شوفوا نقول لكم حاجه يا ربي اهديني ونتحجب يا ربي ونخرج من تيك توك هو عنده حق سبحانه عنده حق شغل نشوف كما كان نورمال عادي عادي ماكش تكون هكا دايره شعرك وحاجه شغل الواحد شويه هكا باريزومبل يشوف انسان تفتن نورمال يكون جميله وكاع ما تعرف موالف تعرف موالف ما شاء الله ما شاء الله اسمع اسمع اللي يديروا حجاب كيما هكا ماشي حجاب هذا ماشي حجاب هذا ماشي حجاب شيرات هذا ماشي حجاب والحجاب هذا تاع هكا ندير لك هكا صبري تشوفي هكا ايوا تبدا هكا والله لا راهم اقسم بالله لا راهم يديروا هكا هذيك المروكيه شيماء واش كيسموها دير حجاب هكا تخايل هذا حجاب خاوتي غير قولوا لي ولا يديروا لك هكا هكا ولا تشبه مسار هكا والله تاع الصعايد هذا خاوتي انا كي نتحجب والله ما تشوفوني نضرب في تيك توك ندير لا درت محتوى بصح ما باش ندير لايف نبدا هكا بالحجاب طالعه مع الرجال ان شاء الله ديري حجاب كي يجي نهار ان شاء الله يا ودي انت والفت كي ميتا كون قاعد ندير جلبه ما نحجبكش واش منا اي اي
خوتي ورد 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 دبل جايز دبل 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 خوتي ورد 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 سما تديها أوروبية على حسب شوف أنت اسمعي تديها أوروبية صح؟ شنو؟ قول دي يهودية لا حول ولا قوة إلا بالله قال لك ربي سبحانه ولا تنكحنا المشركات حتى يؤمنوا معناتها دخلها الإسلام باش تقدر تتزوجها ربي عطانا احنا أهل الكتاب زوج منهم نورمال أه؟ أهل الكتاب عادي نزوجوا مع رجال بيهم خوتي صح الولاد يقدروا يتزوجوا مع وحدة مشيش مسلمة بصح لازم تدخلها الإسلام تخليها هكا كافرة لا مش شرط ما دخليها لا ولد نورمال صح ليكي بصح عادي قولوا والله اه يقدر بصح قال لك امرأة مسلمة خير من امرأة كافرة حتى فهمت هذيك اللي يقولوها مذكورة في سورة البقرة والله راني غير نزعق راني غير نزعق حنايا ما مزال ما عنديش علاقة غادي تقعد باير ما غاديش تديها لا مسيحية لا يهودية لا مسلمة ولا لا تبعت لي تيك توك عادي انا عبك تيك توك من وين راني في اسمعي 3 سنين اليوم نقول بطل غدوة نقول بطل لقيت روحي 27 هاد شنو نقولها لك والله لا تيك توك مرض كوشمار راني ندعي ربي في الليل في نهار يرزقني يخرج منه يدي لك الوقت انا كنت حبست ديجا حبست حوالي شهر والله حبست يا اخي روحك كي حبسته والله ريحت راحه نفسيه في تيك توك والله في غلب والله ما راكش تهضر مع كيميتا يا مو بعد واش نعرفكم سمعينا باغي تبغي كيميتا ولا نساها نساتو فيها شي جزائرية ما عرفتش اش بان ليكم نتوما انا بان ليا باقي تيبغيها